العاقل الحكيم في جامعة 8 عدد 8: ليس للإنسان سلطان على الروح ليمسكها، ولا سلطان على يوم الممات أو يوم الموت. علشان كده الرسول بيقول وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. ولما جه داود يموت وحس انه هيرحل من هذه العالم، جمع اولاده وابتدى يقول لسليمان: انا ذاهب في طريق الارض كلها، انا لازم هسيبها، بس عاوز اوصيك اعرف شعائر ابيك، اعرف الطريق اللي ابوك سلكه، عرف الرب ومشى حسب وصاياه. الموت آتيا، الموت يأتي في أي لحظة وفي أي وقت وفي أي مكان، لأنه وضع على الناس أن يموتوا مرة. علشان كده عموس يقول له كده: استعد للقاء إلهك. لابد الإنسان أن يكون دائما مستعد، يكون دائما متيقظ. عشان كده الرب يسوع قال: اسهر وصلوا، لأنكم لا تعرف اليوم ولا الساعة الذي يأتي فيها ابن الإنسان. هيجي أو إحنا هنروح له. لكن إيه بعد الموت أيها الأحباء؟ ناس كتيرة فاكرة إنه الموت وخلاص الإنسان ينتهي والحياة تنتهي. لا، لما الإنسان الجسد التراب يرجع على التراب هنا، تبتدي الحياة الجديدة. في يوم من الأيام سنقف أمام كرسي الديان العادل. وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. هيجي يوم من الأيام الجميع سيقف أمام كرسي الديان العادل، ليعطي كل واحد الحساب عن نفسه إن كان خيرا أم شرا. لو أنت اتحطيت أو أنا النهاردة في الموقف اللي احنا فيه، وجه الموت أخذ نفسك ونيت نفسك قدام كرسي الله الديان العادل وقال لك: أعطني حساب تالتا، ماذا تعمل؟ هل عشت معاه من هنا؟ هل سلمت حياتك من هنا؟ اللي بيصطلح مع الله من هنا ويحفظ وصاياه يرفع راسه، ولما يشوفه يقول له: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل سأقيمك على الكثير. فلابد الموت أنه يأتي، ولابد الإنسان أن يحاسب. أعطني حساب وكالتك. أخويا العزيز، أنت مستعد ولا مش مستعد؟ إن جه اليوم النهاردة الموت وقال لك اليوم تأخذ نفسك، يا أما ناس كتير حبايب ما معهمش غير يدمع ويكنز وبس، هعمل ثروة للأولاد والجيل عشان الأولاد ياخدوا بالهم، صدقني كله هنسيبه. أيوب: عريان خرجت من بطن أمي وعريان أعود إلى هناك. وبولس الرسول حسم الموقف ده في الآية اللي قالها: دخلنا العالم بلا شيء، وواضح أننا سنخرج منه أيضا بلا شيء. اللي هتعمل وتكنز هنا صدقني هتسيب، لكن اللي تاخده معاك زي ما قلنا الصبح: طوبى للأموات الذين يموتون في الرب. نعم، يقول الروح يستريح من أتاه. يبقى الموت بالنسبة للمؤمن راحة، الموت بالنسبة للمؤمنين راحة أبدية. لكن اوعى الموت يجي وانت لسه خاطئ. تسمع هذه القول: خذوهم من ايديهم ورجليهم واطرحوهم في الظلمة الخارجية
هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، وما ينفعش الندم بعد العدم. لكن مازال الآن باب مفتوح، تقدر تقول له ارحمني يقول لك مغفورة لي خطاياك، يقدر يسامحك هنا. لكن اوعى تفكر بعد الموت في رحمة، بعد الموت لا توجد رحمة أبدا، حتى لو زقوا عليك مال العالم كله، أصله انت قيمتك غالية جدا، فما ينفعش بعد الموت الرحمة. لكن الرحمة موجودة على الأرض، في المسيح رحمة. لما تقول له ارحمني أنا الخاطي يقول لك مغفورة لي خطاياك، تقدر تسمعها وانت هنا. يا الناس اللي بتكنز زي الغني الغبي، كل همه يكنز، كل همه الغيط والزرع والعمار جابت ربح كتير، كل اللي فكر فيه اقوم واهدم مخازني واوسعها واقول لنفسي كلي واشربي لانك لك خيرات كثيره. لا يا عم، مين ضمنك الحياه الكتيره دي؟ عشان كده السماء ما رضيتش وقالت له يا غبي اليوم نفسك تطلب منك، فالذي عددته لمن يكون. اخويا العزيز، احنا هنسيبها، لابد هيجي اليوم وهنسيبها، لكن اعمل حساب الابديه، هتقضيها فين؟ هتعمل ايه لما تشوفه؟ ربنا يساعدك ويديك نعمه، عشان ضيق الوقت ربنا يدينا نعمه الاستعداد، ولإلهنا كل الحمد.